عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: فمن؟ يورد هنا إشكال، وهو أنه جاء في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذن بالقرون السابقة شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، فارس والروم. قال: فمن؟ الناس إلا أولئك. الإشكال هنا أنه ذكر فارس والروم، وفي هذا الحديث الذي معنا ذكر اليهود والنصارى، فهذا إشكال. والإشكال عموما لا يمكن أن يكون أصالة بين النصوص، لأنها آتية من الله عز وجل أو من نبيه عليه الصلاة والسلام، وكلامهما حق، والحق لا يتناقض، إنما التعارض يحصل في فهم المجتهد، ففي ظاهره يظن أن هناك تعارضا وليس ثمة تعارض عند التأمل، ومن بقي عنده التعارض فهذا يدل إما على قصوره أو تقصيره. إما على قصوره لأنه لم يفهم، قد يكون اجتهد وبالغ في الاجتهاد والبحث والنظر، ولكن فهمه لم يسعفه في فهم هذه النصوص. وإما لتقصيره، وذلك لعدم الاجتهاد في معرفة المراد من هذه النصوص. وهنا ورد هذا الإشكال في هذا الحديث، ذكر اليهود والنصارى، في الرواية الأخرى ذكر فارس والروم. فما الجواب؟ الجواب يكمن من وجوه. الوجه الأول أن يكون ما ذكر هنا من اليهود والنصارى وفارس والروم على سبيل ضرب المثال لا على سبيل الحصر، فتكون هذه الأمة تابعة لكل أصناف الكفار من اليهود والنصارى وفارس والروم والوثنيين وما شابه أولئك. الوجه الثاني أن الحديثين يتوافقان عند النظر. كيف؟ لأن الروم نصارى، ولأن في فارس طائفة من اليهود، وهذا جميل، لكن اليهود قلة في فارس، وبالتالي يكون هناك شيء من التنظير حول هذا الوجه. الوجه الثالث أن يبقى كل حديث على ما هو عليه، ويكون الجمع معتدا به بحسب الاعتبار أن هذه الأمة تتبع اليهود والنصارى في الديانة، وتتبع فارس والروم في السياسة، ومن ثم لا تعارض. وكل هذه الوجوه حق،